الفني بتاعي على فكره. بجد؟ من وانا صغير كل ما ازق من تحت او يحصل ما بيني وما بينهم اي مشكله بطلع اقعد هنا. وعلى الكرسي ده كمان. الكرسي ده؟ نفس ذات الكرسي. نفس ذات الكرسي؟ ايوه. طب وكنت بتعمل ايه بقى على نفس ذات الكرسي؟ بقعد اكتب شعر، بقعد اغني. وعلى فكره كان عندي معجبات كتير جدا. يا سلام، معجبات كتير قوي جدا. فين بقى؟ بصراحه هي كانت واحده بس. كانت ساكنه في العماره اللي هناك دي، وكانت بتقعد تسمعني طول الليل من ورا الشباك. الله، يعني حب قديم بقى. يعني حب قديم بس من وراء الشبابيك، يعني ما تعداش المرحله دي خالص. طب وهي راحت فين دلوقتي؟ لا بسم الله ما شاء الله دلوقتي خلفت وبقى عندها 5 وبقى اسمها معابير. طب وكنت بتغني لها ايه؟